بان علي حب من اول ما بان ترارا يا ما كنت. صباح الخير. صباح الفل والرضا والجمال على ألذ وأرق وأجمل عروس. الشاي هيبرد. كتاب الله جنني حتى وانت مكسوفة. ايه ده انت لسه قاعد؟ ايه؟ انا عندي ليك مفاجأة. مفاجأة ايه؟ افطر الأول. لا ده الفطار ده بعد المفاجأة التانية. تاني؟ قوم بس تعالى. استني. تعالى بس تعالى. ايه رأيك بقى؟ أوضة ولادنا. الله تجنن تجنن يا وصال. انت فرشتيها امتى؟ ما قلتليش عليها قبل كده. من حبيت اعملها لك مفاجأة. اصلا انا بحب الولاد قوي. على فكرة احنا ان شاء الله لما هنخلف هنخلف نص دستة. كم؟ نص دستة؟ ايه يا وصال؟ انت ما سمعتيش عن حكاية تنظيم الأسرة دي ولا ايه؟ لا سمعت طبعا. ما هما التلاتة تنظيم دول ولادي، التلاتة التانيين دول اخواتي. لا انك كده اوكي. عموما انا واثق من حاجة، ان انت في كل الاحوال هتبقي ام هايله وحنيه. انا مستعد اعمل اي حاجه في الدنيا عشان اساعدك. اول ما هنخلف ان شاء الله انا هستقيل. انا ليه استنى لما نخلف؟ انا هستقيل من دلوقتي عشان اتفرغ للدكتوراه بتاعتك. لا لا استني بس شويه، اهدي شويه على حكايه الاستقاله دي. انا ما عنديش حاجه في الدنيا اهم منك. ربنا يخليك ليا. انت ما تتصوريش قد ايه انا فرحان بيكي وبجوازنا. تعالى اوريك المفاجأة التالتة. لا استنى راجع هناكل الأول بعدين نشوف المفاجأة. الأكل بعد المفاجأة الرابعة. تعالى. في رابعة؟ استني بقى. أنا عايزاك تستريح بس ثانية واحدة. بيني وبينك أنا محتاجة استريح بعد المشاوير اللي عملناها الصبح دي. دول تذكرتين لباريس اللي لادي هنسافر. أمال أنت فاكر يعني كنت واخدة منك الباسبورات من كام يوم ليه؟ باسبورات إيه وباريس إيه؟ إحنا إيه اللي هيودينا باريس أساسا؟ يعني هي الناس ليه بتسافر في شهر العسل؟ الله انت ازاي تتصرفي بالشكل ده من غير ما تاخدي رأيي؟ انت زعلت ولا ايه؟ انا كنت عايزه اعملها لك مفاجأة تبسطك. يا وصال احنا مش اتفقنا وحطينا اسس للتعامل بينا؟ انا ما عملتش اي حاجة. يعني انا عروسة وعادي يعني اتصرفت زي كل الناس ما بتتصرف. ايوه كان لازم تقوليلي. ولا تزعل نفسك. باسبورات اهي والتذاكر اهي. مش مهم الرحله خالص، مهم بس ان احنا ما نتخانقش يوم الصبحيه عشان خاطر ده فال وحش بس. وصل قومي عشان نفطر بسرعة عشان نلحق نجهز شنط السفر. قومي أنا جعان. يلا. كفاية كفاية نفسك كان هيتقطع. إن شاء الله صوتي يتحش. نفسي زغرت لما صوتي يتحش حتى. يا ألف مبروك يا ألف نهار أبيض، نورتوا بيتكم يا عرايس. الله يبارك فيك يا داد. اتبسطتوا في شهر العسل؟ انبسطنا الحمد لله طبعا. ربنا يهنيك ويسعدكوا كمان وكمان. قادر يا كريم يا رب. الاوضه جاهزه فوق؟ جاهزه زي ما طلبت حضرتك بالظبط. يلا جميل اتفضلوا. يا الف نهار ابيض يا الف نهار مبروك. ربنا يهنيكم يا رب. سلام يا داد عن اذنك. ست وصالي جوزت اهو. يا ما كان نفسي تبقي وسطينا وتفرحي بيه. الله يرحمك ويحسن اليكي. السحر ساكن في داري لو. اتبسطت في السفر يا حبيبي؟ قوي يا وصال بصراحه. دي اسعد ايام انا قضيتها في حياتي. بس انت شكلك ما كانش مبسوط هناك. فلوسي هي فلوسك. احنا خلاص بقينا حاجة واحدة عشان خاطري انا. بلاش تاخدها بالحساسية دي. حاضر يا جميل. ممكن بقى نقوم ننام لان الوقت اتأخر
وبعدين انا اجازتي خلصت النهارده وبكره عندي شغل. اما هو الشغل ده اللي رجعنا من باريس بدري، اللي خلى شهر العسل 10 ايام بس. معلش يا وصال، ما هو غصب عني، مش انا هناقش رساله الدكتوره بعد شهر. طيب هو انا قلت حاجه؟ انت اول ما قلت لي يلا نرجع رجعنا، عشان تعرف بس ان انا ولا ليا شخصيه وان انا من ايدك دي لايدك دي، خليك فاكر. طيب. بكره هتاخد اجازه من الشغل. ليه؟ خير ان شاء الله. علشان انا عامله لك مفاجاه. لا، في مفاجأة تانية. مفاجأة ايه يا وصال؟ وهي تبقى مفاجأة ازاي لما انا اقولك عليها قبلها؟ مش انا وعدتك؟ انا خلي كل حياتك مفاجأة. اتفضل يا دكتور، اتفضل. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. انت لسه شفت حاجة؟ تعالي تعالي. ايه رأيك في ذوقي بقى؟ الله يهوس يجنن. اصل انا قلت يعني نختصر الوقت واحنا مسافرين، العياده تخلص عشان اول لما نيجي تبتدي الشغل على طول. والله العظيم انا ما عارف اقول لك ايه، انت بجد انسانه عظيمه فعلا. ممكن بقى لو سمحت تتفرغ للدكتوره وللعياده، انا مش عاوزه اي حاجه تشغلي. قصدك ايه يا وصال؟ استقيل من وزاره الصحه؟ يا حبيبي انت مش محتاج وظيفه، انت دلوقتي عندك عياده خاصه بتاعتك انت. لو يا وصال، لو كل دكتور شاطر شغال في مستشفى حكومة استقال عشان بقى عنده عيادة خاصة، هتبقى مشكلة بالنسبة لمرضى كتير. في ناس كتيرة مش هتقدر تدفع تمن الكشف. انت قلقانة ان شغلي ياخدني من رسالة الدكتوراه، ما تقلقيش، انا ان شاء الله هحاول اخلصها في اقرب وقت ممكن. خلاص انا ماليش دعوة، انت اضرب شغل. عارفة انا حاسس ان انا بحلم. يا حبيبي انت بس ما عليك غير ان انت تحلم، وانا هحقق لك كل احلامك. طيب انا ليه عندك طلب صغير؟ أمر. يا ريت تمن الكشف ما يبقاش غالي قوي، انت عارفه في ناس كتيره غلابه، يعني يا ريت يبقى في متناول ايد الجميع. ويا ريت انت ما تاخدش في يوم كشف خالص، اليوم ده يبقى مجاني. بس ده هيعمل مشكله انه هيطول المده اللي انا هسدد فيها نصيبي من العياده. رياض من فضلك ما تقولش كلمه مده دي، انا بتخض منها. هو الحب في مده؟ احنا مع بعض على طول. يجن. عارفة انا حاسس ان ربنا مش اداني زوجة ووفية ومخلصة وحنينة وبس، لا اداني ام كمان. ايوه والله انا مش مقصد، اصل انا وصل اتحرمت من حنان وعطف الام من وانا صغير، بس ربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو يعوضني بيكي.